مرحبا برج العقرب، طاقتك أنت شوي تختلف عن القراءات السابقة، لأن أحس أن أغلب، ليس الكل ولكن أغلب برج العقرب قراءته راح تكون شخص من الماضي، أو الشريك راح يكون شخص من الماضي. بعضكم راح يكون شخص جديد ولكن بتعيشون معاه تقريبا نفس الديناميكية أو نفس القصة. شلون أوضح لك؟ هاي الشخص عنده خوف من القرارات الكبيرة، دايما احتمال يكون شيء بسيط بالنسبة له، مثل اختيار لون الجدران، مثل الارتباط، مثل شنو أطلب على العشاء. دايما عنده تردد في القرارات، فشنو يسوي هذا الشخص؟ عنده حل لهذا الخوف. شو يسوي؟ يخلي خياراته مفتوحة، أحس بالأمان لما شخص ثاني يختار بداله. مثلا إذا فكر في الارتباط، أحس أنه أسهل أن الأم والأهل والخوات هم اللي يختارون له، خلي خلاص المسؤولية عليهم، والعب أحس أنه ينشال من على ظهره وينحط عليهم، لأنه قلت لك ما يحب، يخاف، ما عنده قدرة على الاختيار. يمكن يكون ميزان، لأن الميزان هو هذا طبعه، ولكن احتمال يكون أي برج ولكن ماخذ طاقة الميزان. فشنو قاعد يسوي؟ قاعد يخليك أنت اللي صاير في الوضع أن هاي الشخص مخلي خياراته مفتوحة، أو مخلي العلاقة يعني نوعا ما مفتوحة، مو مثبتها بقرار أو بحديث معين معاك. لما يكلمك يقول لك خلاص إحنا مرتبطين، خلاص أنت لي وأنا لك، وأرتب وضعي وكذا وكذا ونرتبط. هذا لا، يخلي الأمور مفتوحة، عشان دائما إما أنت أو أما الآخرين تختارون عنه. أشوفك في السابق دائما أنت اللي كنت تحارب عشان تخلي العلاقة تنمو، تحارب، أو أنت اللي قاعد تروح تجاهها، تخطو تجاهها خطوة خطوتين، الثالثة هذا الشخص ينسحب يبتعد عنك. دائما في سحب بينكم، لأن هذا الديناميكية اللي صايرة عندك. وأشوفك أيضا أن أنت كنت دائما الشخص اللي يحارب عشان العلاقة نفسها، كأنها يعني من طرف واحد طريقة تصرفه في السابق. أو إذا كان شخص جديد سيدخل حياتك، فهي التصرفات اللي بتكون في البداية معاك. أرى أنك أنت عزيزي برج العقرب جدا مستعد، عندك فوكس على ما تريده. أنت تريد الزواج، الأسرة، البيت، الأطفال، عندك فوكس، تعرف شنو الحياة اللي تبيها بتفاصيلها. واثق أن أنت بالارتباط مثلا، بالنسبة لك واثق هذا الشخص. عندكم ديناميكية غريبة في الأرقام، يكون مثل رقمك ولكن عكس الطاقة. يعني هو فعلا اللي قاعد أفهمه أن احتمال هو يريد نفس الأشياء اللي أنت تبيها، ولكن عنده صعوبة أن يختار، فعدم اختياره يبين لك أنه هو لا يريد عرضك، لا يريد الارتباط معك، لا يريد أن يبدأ معك حياة جديدة. ولكن اللي أحسه لا، بالعكس في تناغم عندكم، هو يريد بالضبط ما أنت تريده. عنده أيضا مشكلة في إظهار مشاعر، احتمال أشوفه شخص خصوصا بخصوص المشاعر لا يتكلم كثيرا، كتوم، لا يصارح. يعني مو نوعية الأشخاص اللي يتصل فيك يقول لك وحشني، شوي في المشاعر، خاف إنه يفتح قلب للآخرين. ولكن الأربعة مع الأربعة، عندك أربعة الأغصان أنت، وهو عنده أربعة الخماسيات، عندكم نفس الرغبات، ولكن في مشكلة حاليا في الالتقاء، نقطة الالتقاء، لأنه مو قاعد يصير التقاء، لأنه واحد يقرب واحد يبعد، فمو قاعدين تتفقون على اتجاه هاي العلاقة حاليا. ولكن خلف كل هذا، خلف كل الدراما اللي صايرة في حياتك وفي حياة الشريك، أرى أن اثنينكم جدا متفقين، تحبون بعض، في شغف، متفقين ترى، وترون نفس الأشياء.
يعني أحس إذا أنت تسألني عن مواصفات الشريك، أحس مثلا بعطيك مثال، إذا هو يرى أن من التبذير أن مثلا مبلغ معين يصرف على كذا وكذا، أنت ترى مثل ما هو يرى، مو من أجل أن تتفق معاه، لا، أنت عندكم اتفاق على أمور كثيرة في الحياة، مثلا أسلوب تربية الأبناء، طريقة تصرف الأمهات، أشياء كثيرة أنتم متفقين عليها، وجهة نظرك مثل وجهة نظره، بس حاليا هو في مرحلة تخوف من اختيار القرار، لأن هاي بالنسبة له قرار مصيري، يخاف يجازف، يجازف بماذا؟ احتمال عنده مبلغ معين مدخرة من أجل مشروع يخاف يجازف فيه ويتزوج، أو العكس صار لفترة كثيرة يدخر مبلغ حق الزواج، فهو أحسه قاعد يحرص أنه لما يختار يتزوج يكون خلاص زواج فيه استقرار، ما يكون فيه طلاق أو مشاكل أو عدم استقرار، يكون خلاص القرار الصحيح والزوجة الصحيحة، يعني يكون مقتنع. عندك أيضا طاقة النجمة كانت تظهر بكثرة، هي وكارة العدالة تظهر بكثرة في القراءات السابقة، وتسعة الخماسيات. تسعة الخماسيات طبعا هي كارت الحياة العزوبية، حياة الرفاهية، الأموال وتحقيق الأهداف، تحدث في هاي المرحلة ما عدا الزواج، يعني هاي المرحلة تحدث فيها كل أحلامك بغض النظر عن ما هي أحلامك ما عدا الزواج، الارتباط، تكون في هاي المرحلة سنجل أنت أو الشريك. اللي قاعدة أشوفه أن أنت قاعد تتحدث بشكل جاد مع الشريك وتقول له إلى متى إحنا راح نظل في هاي المرحلة، في مرحلة العزوبية وفي مرحلة الانتظار، يعني يمكن فعلا في كلام بينكم عن احتمال الارتباط أو الرغبة في الارتباط، بس الموضوع احتمال مطول، فأشوفك تسأل الشريك متى راح يصير هالشيء، انتظرنا بما فيه الكفاية وكانت لدينا علاقة أو معرفة بما فيه الكفاية، متى راح نتزوج؟ لأن بالنسبة لك الموضوع صار مثل النجمة، النجمة بعيدة، كل ما تمشي باتجاهها ما راح توصل، تحس أنك ما قاعد توصل للخاتمة اللي المفروض لها الوقت وصلت لها أنت والشريك وهي الارتباط، فكأنك شوي قاعد تسأله عن الوقت وتسألني أنا بعد عن الوقت، متى راح يصير هذا الشيء؟ أحس أن الشريك مثل ما أخبرتك يريد ما أنت تريده، ولكن هو يتأنى أكثر، طاقته بطيئة أكثر، أحسه غير مستعجل، أبدا غير مستعجل، ماخذ روحه على هدوء وروية، وعنده أيضا خوف. هاي الإنسان ملتزم، سواء ملتزم من ناحية التصرفات أو ملتزم من ناحية الدينية، يعني إنسان جاد لما يوقع عقد، لما يعطي كلمة يحب أنه يكون قدها، ما يحب أنه يتراجع فيها، فبالنسبة لتوقيع عقد الزواج بينك وبينه أو الارتباط موضوع جاد، يريد أن يفعله بالطريقة الصحيحة، ما يستعجل فيه. أوكي. مع رقم 7 هنا عندنا 7 الأكواب، وهي طاقة الخيارات الكثيرة. قلت لك في تقابل بينك وبينه بالأرقام، وهذا بالنسبة لي يمثل لي في هاي القراءة أن أنتوا تريدون نفس الأشياء، ولكن في اختلاف بسيط على التوقيت، على التفاصيل، على واحد منكم مثلا مستعجل أكثر، واحد منكم مخلي الأمور على راحة. 7 الأكواب قلت لك، عنده 7 السيوف، أو في القراءة 7 السيوف وكارت الأويكنينج، الاستيقاظ. أحس من الأوراق أن أنت بالعادة كنت دائما اللي مثل ما قلت لك، اللي أنت تسأل، تطرح السؤال وتطرح موضوع الزواج والارتباط، صح؟
هاي اللي قاعدة أحسها من القراءة. أنت مستعد، أنت كرتك أربعة الأغصان وهي كرت البيت، الأسرة، الأطفال يلعبون في الحديقة. هاي الشخص طاقته عدم التحرك للأمام، ولكن أحس إن اللحظة اللي أنت راح يكون من جانبك راح تنسحب شوي شوي من حياة هذا الشخص. هدوء، يعني ما راح يكون انسحاب دايركت وعنيف ومرة واحدة تقطع الاتصال معاه، لا. اللحظة اللي أنت تشيل تركيزك وتفكيرك عن متى راح يصير هاي الارتباط، وأنا مستعجل وأنا أريد الزواج غدا أو بكرة أو قريبا، اللحظة اللي تشيل تفكيرك عن هاي الموضوع تبتدي تركز على أمور ثانية، عمل، أسرة، زيارة الأهل، زيارة الأصدقاء، حرفة يدوية أنت تسويها. اللحظة اللي تبتدي شوي تركز على نفسك تنسحب من هذا الشخص، هذا الشخص راح يشوف أن عنده فراغ في حياته، والفراغ هو بسبب عدم وجودك لأن أنت انسحبت. لما أقول انسحبت مو معناتها انفصلت أو نهيت العلاقة نهائيا، ولكن انشغلت بنفسك. عزيزي برج العقرب، النصيحة أيضا لك أن انشغل بنفسك. دائما يقولون الأطباء إذا عندكم مشكلة مرضية عشان ما تكبر لا تركز عليها دائما، ولا تتحدث عنها دائما، ولا تشتكي منها دائما. كثرة الشكوى تكبر المشكلة نفسها. فلما تركز على أمور ثانية احتمال بالعكس مثمرة في حياتك، مثل علاقاتك، صداقاتك، أي شيء أنت تحبه، هاي الشخص راح يلاحظ غيابك. بالنسبة لك أنك اختفيت لا يعرف أين ومتى اختفيت، بعدين راح يكتشف، راح يوصل مرحلة ويكتشف أن ليس كل ما يلمع ذهبا. هو فعلا كان إنسان يحب يخلي خيارات كثيرة في حياته، علاقاته مفتوحة، ما يحب أن يدخل قفص ويغلق عليه بما معناه، ولكن راح تتغير طاقته 180 درجة على طول. راح يتحول من طاقة الأشخاص الكثيرين أو الأمور الكثيرة، الانشغال عنك، إلى طاقة وينك أنت يا برج العقرب وشلون أوصل لك. وقتها راح يكون في عطل الزواج أو الحب. عندك الكوب الواحد وهي طاقة أن أنت تعرض على شخص زواج، ارتباط، حب، مشاعر، لأن هذا الشخص يعرف أن أنت أيضا تعرف أنه كان عنده أكثر من خيار، كان غير ملتزم بالأحرى، مو شرط تكون عنده أشخاص ثانيين، كان غير ملتزم في العلاقة أساسا. ما هو الشخص اللي غير ملتزم من أجل هذا السبب يكون عنده أشخاص ثانيين أو أولويات أخرى غيرك وغير العلاقة. هذا اللي راح يصير بعدها. هذا الشخص راح يتحول طاقته، حتى الاتجاه راح يختلف. كان متجه نحو هذه الجهة، هذه الجهة هي حياته المعتادة، الخيارات، الأشخاص، الطلعات، السهرات، براحته، يفعل ما يريد، وقت اللي يحتاجك يرجع لك. راح يتحول عندما أنت تبتدي شوي شوي تنسحب وتركز على نفسك وحياتك، تضع الأولوية لنفسك كل هدوء بدون أي غضب أو بدون أي مواجهة. هاي طاقة سبعة السيوف، طاقة عدم المواجهة. الموضوع يقول لك لا يحتاج إلى مواجهة مع هاي الشخص، عليك أن تريه بالأفعال قيمتك وما أنت تستطيع أن تعمله يا برج العقرب. وقتها هذا الشخص راح من هاي الجهة وهاي الأطباع راح يتحول لك إلى فارس الأحلام اللي مستعد أنه يبني معاك مثل ما أنت مستعد، ويعرض عليك الزواج والحب والارتباط الرسمي. أحس هاي هي الطاقة. إذا كنت تسأل عن مواصفات أكثر عزيزي برج العقرب، فأنا لا، بالعادة لا أركز على المواصفات الشكلية، لأنها حتى لو انطبقت على كذا شخص ما راح تنطبق على الكل. ولكن أحس بشكل عام أن هذا الشخص معاك أنت يكون عكس ما هو مع الآخرين. يعني إذا كان مع الآخرين خجول،
احتمال ان اشوفه دائما خجول او لا يثق وينفتح بسرعة مع الاخرين، فهو معاك العكس تماما. معاك انت تحس ان انت المنزل بالنسبة للامن والامان، الشخص اللي دائما يفضفض له يشكي له يثق فيك اكثر من انفتاحه مع الاخرين. اذا كان تشوفه مع الاخرين بالعكس يتكلم كثيرا ويمزح ويضحك، فهو معاك تشوفه لا هادئ ساكت، كلامه يكون موزون وجاد، فراح تشوف هاي المواصفات فيه. ما هي المرحلة القادمة بعد الأمور اللي قلناها؟ عندك الإمبراطورة، ملك الأكواب، ثمانية الخماسيات وهي طاقة الإنغماس في العمل، وثمانية الأكواب. قلت لك من بداية القراءة في عندكم مقابلة غريبة بين الرقم والطاقة، ثمانية خماسيات ثمانية أكواب، عندنا هني سبعة أكواب سبعة سيوف، أربعة أغصان، وعندنا أربع خماسيات. يعني هذا طمأن لك أصلا أن حتى لو كنتوا حاليا لا تتفقون في وجهات النظر، لا تتفقون على تفاصيل علاقتكم والارتباط وهاي الأمور، التارو طريقة القراءة تخبرك أن لا تحاتي، لأن أنتوا فعلا ترى بغض النظر عن حاليا شنو قاعد يصير، أنتم متجهين إلى نفس الاتجاه وراح تحصلون على نفس النتائج مع بعض. هذا الشخص احتمال أن أنت أشوفك راح تقبل عرض زواجه، راح يكون ارتباط رسمي، وراح يتغير بعد الزواج ولكن إلى الأفضل. دائما احنا نسمع قصص ان الاشخاص يتغيرون للأسوأ بعد الزواج، ولكن في هاي الحالة راح يتغير الى الافضل. شنو راح يصير؟ هذا الشخص راح جدا يكون اسعد بكثير في الحياة الزوجية، احتمال يكون منغمس في الحياة الزوجية اكثر منك، يعني هو كان فقط غير واثق في مرحلة الاختيار او الخطوات الاولى، ولكن خلاص عندما يأخذ اتجاه يتوجه إليه بكامل قوته وطاقته. رح يكون من نوعية الأزواج أو الشركاء اللي يحب يساعد، يحب يخدم، يحب مثلا يساعد في البيت. أشوفه شخص يحب يساعد في البيت، يعني مو من نوع الأزواج اللي يدخل البيت يقعد على الكرسي أو ينام وخلاص، لا يحب ينغمس معاك في تفاصيل الحياة الزوجية، يكون لك فعلا شريك. أشوفك أنت لما تشوفه بهالطريقة رح تكون سعيد أكثر من الزواج نفسه، أكثر من الزواج نفسه أو مرحلة عقد القران، رح تكون سعيد لما تشوف تصرفات هاي الشخص بهالطريقة، لأن بالنسبة لك غير متوقع، تحول كبير من طاقة السبعة. طاقة السبعة هي دائما الانتظار إلى طاقة الثمانية. طاقة الثمانية إنجاز العمل وخلاص، شخص منغمس في عمله، أو طاقة الأفعال، ثمانية الأفعال ما فيها توقف، أنت راح تكون سعيد. وألاحظك أن راح تسوي حركة معينة، احتمال فترة اللي أنت كنت سنجل عزيزي برج العقرب أو غير مرتبط، كان في عندك علاقات كثيرة من الصداقات من الناس المعارف، أرى أنك أنت اللي راح تقرر بسبب هاي الزوج بالنسبة لك راح يكون حتى صديق حتى أخ حتى كأب، أو إذا العكس إذا أنت الرجل هاي الزوجة راح تكون لك أخت أم صديق كل شيء بالنسبة لك. فأنت وقتها غير عن سعادتك أنت راح تاخذ قرار أنه تخرج بعض العلاقات من حياتك اللي تحس انه ما تلزمك، لان انت هاي الاشخاص المعينين اشوفك رأيتهم على حقيقتهم فترة ما كنت اعزب وغير مرتبط، ولكن كنت صبور تنتظر اللحظة المناسبة، مثل شوية طاقة انتقام تنتظر اللحظة المناسبة عشان تكون في اوج قوتك، طاقة الملك اوج القوة عشان تاخذ فعل واضح وصريح معهم. أشوفك راح تسحب على بعض الأشخاص
احتمال أشخاص بعيدين من المعارف، الأصدقاء، الأهل، whatever، أشخاص كانوا دائما تحسهم عائق في حياتك راح تسحب عليهم وراح تنظر بكل حب لهذا الشريك. أنت مستمتع ترى في هاي الحالة، شريك جدا ممتاز، طاقة البطريق، وهو حيوان جدا يعني شريك كل همه عش الزوجية. أشوف أنه أيضا راح يدور بينكم حديث، أنت راح تنظر له وهو في هاي الوضع، راح تذكره بالأمور اللي سواها قبل، عدم القرار أو التردد أو الأمور اللي خلاك تعاني منها أنت في السابق، راح تنظر له وتذكره بهاي الأمور. هاي الشخص راح يطقطق رأسه، لأنه فعلا هو أيضا راح يستغرب من كمية السعادة اللي في الزواج اللي كان متخوف منها في البداية، كمية السعادة. وأيضا عندي كارت الإمبراطورة، أشوف أنه في حمل سريع يعني بعد الزواج. الإمبراطورة هي طاقة الأم ولكن الجنس غير مهم. أشوف أنه في حمل سريع بعد الزواج، طفل واحد في البداية. أنت راح تكون سعيد مثل الملك المتوج، وهذا الشخص راح يكون الشريك المثالي بالنسبة لك. راح اسحب لك كارت تبع النصيحة الأخيرة لبرج العقرب بما يتماشى مع القراءة. كارت أخير لبرج العقرب، You are limitless. You can do anything you choose. أحس هاي النصيحة ترجع حق هاي المرحلة. هاي النصيحة تذكرك بهذه المرحلة، مرحلة اللي أنت لازم تساعد الشريك أنه ياخذ قرار. ولكن تذكر النصيحة، النصيحة كانت غير تجنب المواجهة. طلعت لك سبعة السيوف، تجنب المواجهة مع الشريك. أنت تريد الارتباط، الارتباط سيحدث، ولكن اختار الطاقة المناسبة عشان تتعامل مع شخص. لما الشخص يكون خايف ومتردد أنت تدفع أكثر، تجبره أكثر، تكون صارم معه وصريح أكثر، لا ينفع. لازم أنت هني تحكم طاقة القلب والعقل والذكاء مع بعض. لما يكون هو غير متأكد بالعكس، الحل ان انت شوي تنسحب، تعطيه مثل الوقت اللي يفكر مع حاله لحاله، يفتقد وجودك، هذا اللي سيدفع التغيير. هذا الكارت يذكرك بهاي المرحلة الأساسية اللي لازم انت تسويها، يعني تقول لك تصرف بذكاء عاطفي. الذكاء العادي مو معناته الذكاء العاطفي. هذا شخص انت عرف نوعيته فاختار له افضل حل. افضل حل هو عدم المواجهة مع هاي الشخص، بالعكس راح يحس بضغوط زيادة اذا واجهته وحاسبته وعاتبته. لما يرجع لك ويكون واثق انه يريد الارتباط، اوكي، يعني شوف انت حتى مرحلة العتب وين طالعة عندك، طالعة عندك بعدين بعد الزواج. انت هني تعاتبه وهو هنا مطقطق رأسه، فيقول لك اختار الوقت المناسب لإجراء الحديث المناسب، لأن أنت عزيزي تقدر بهاي الطريقة تأخذ ما تريده وما تشتهي من الشريك. شكرا برج العقرب.